لو جه كابتن صابر يعني تحمل او تحمل العبء من طبعا بعد حضرتك، تحب تقول ايه كابتن صابر على البطوله دي؟ والله طبعا احب اقول كابتن صابر طبعا ده اخ، واخ فاضل وزميل، احب ابارك له طبعا واقول له الف مليون مبروك ليه وللنادي الاهلي. صابر طبعا كابتن صابر من المدربين الكبار جدا، سواء كان لعيب مميز ولعيب زي ما كنت متابع البرنامج، لعيب طبعا من لعيبه اساطير كره اليد في مصر، وفي نفس الوقت من المدربين المحترمين، مدربين الكبار جدا. ويمكن لسه كابتن صابر بيقول ان انا يعني كنت مصمم اقف جنبه، لان صابر يستاهل كل خير ويستاهل كل الدعم، وهي دي الروح اللي بين مدربين النادي الاهلي. وزي ما هو كان لسه بيقول دلوقتي يعني الحاجه الكويسه في النادي الاهلي دي ازاي نبقى كلنا واقفين جنب بعض، كلنا عايزين ننجح، ما حدش بيبص ده هيبقى النجاح منسوب لمين او ازاي، اهم حاجه المنظومه كلها تنجح. فكنت اتمنى طبعا الكابتن صابر يحقق البطوله دي زي ما كان بيقول كابتن صابر دلوقتي بعد اخفاق الدوري. وطبعا انا ببارك له وبقول له مليون مبروك، ان شاء الله من نجاح لنجاح، وباذن الله السنه الجايه ان شاء الله يكسب دوري وكاس باذن واحد احد، ومبارك له برضه ان شاء الله. كابتن صابر عايز يقول لك حاجه برضو على الهوا. كابتن محمد، كابتن محمد يحيى طبعا اخ وعشره عمر. طبعا محمد يحيى نعرفه من ايام منتخب الناشئين والشباب، وكان هو كان اصغر مني نعم، بس يعني كنا مع بعض في غرفه واحده، واخ وصديق وجدع وصاحب صاحبه بامانه يعني. واضح كابتن. بامانه وانا بعزه على المستوى الشخصي كمان بره الهندبول، كان بحبه جدا والله. طيب. وعايز اشكره طبعا دلوقتي على الهوا الناس كلها، وشكرا كابتن محمد، وطبعا ده مش غريب عليك يعني. كابتن محمد، طب احنا فرصه بقى حضرتك معانا نسال سريعا كده، اخبار الفريق الاول ايه؟ اخبار التدريبات؟ هل عندكم ماتشات قريب وديه؟ والله كابتن هيثم الحمد لله الامور ماشيه بصوره طيبه جدا جدا. هو طبعا بس المشكله اللي عندنا دلوقتي ان احنا عندنا حوالي 9 لعيبه في المنتخب الاول معسكرين حاليا عشان خاطر كاس العالم 2021 في مصر، احنا شغالين مع بقيه اللعيبه اللي موجوده، واخدين لعيبه كمان من الكابتن صابر من مواليد 2000، شغالين معاهم حاطين البرنامج بتاعنا وشغالين الفتره دي بصوره كويسه جدا جدا. اللعيبه بتتطور ماشيه كويس جدا معانا، واقفين بعد طبعا انت عارف الفتره الكبيره اللي كانت اللعيبه رايحه فيها فتره فيروس كورونا وبتاع والرجوع، فابتدينا نشتغل على الجانب البدني، شغالين كويس جدا الفتره دي. عندنا ماتشات وديه، لعبنا احنا حوالي 3 ماتشات وديه الفتره اللي فاتت، عندنا ماتش ودي الاسبوع الجاي. طبعا في مشكله برضه في الماتشات الوديه في الفتره اللي احنا فيها، الاسبوع بالذات اللي احنا لسه مخلصينه ده دلوقتي، لان حضرتك عندك الثمان فرق اللي بيلعبوا في 4 فرق هيهبطوا دوري الهبوط يعني شغال، فاوريدي مفيش فرق كتير تلعب ماتشات وديه لان اوريدي بيلعبوا في الدوري. فانت حضرتك طبعا كابتن هيثم اعلم طبعا بالكلام ده كله، مفيش حد هيبقى بيلعب دوري ويلعب ماتشات وديه يعني. طبعا طبعا. فمفيش غير فرقه او فرقتين بس هم اللي موجودين حاليا دلوقتي، ومنهم فرقه في اسكندريه وفرقه واحده في القاهره، ممكن هليوبليس ممكن يلعب معاها ماتش ودي الاسبوع الجاي ان شاء الله. طب كابتن محمد، احنا عارفين ان كابتن طارق بيهتم جدا بالناحيه البدنيه والسرعه كمان. وطبعا في الدكتور حسام عناني انضم لكم كمان في الجهاز. هل انتوا يعني الموضوع ده مقصود ان انتوا تعلوا الاحمال بالشكل ده، ولا الموضوع انتوا مأجلينه شويه لغايه ما تعرفوا الدوري اذا كان الدوري هيستكمل ولا لا؟ لا بصراحه احنا شغالين، سواء الدوري القديم هيستكمل او الجديد هيبتدي، سواء ده او ده اكيد هيبدا في اول 10 يعني نهايه 9 20 20، فاحنا حاطين البلان بتاعنا على ده، شغالين على الحاله البدنيه. لان خلي بال حضرتك اللعيبه اللي موجوده حاليا او اللعيبه اللي في المنتخب، ما هو اكيد المنتخب برده في تنسيق ما بيننا، وهم شغالين برده في الاعداد البدني بصوره طيبه جدا جدا، عندهم برده كاس عالم. صحيح. احنا بنحاول برده نفضل شغالين في نفس الاتجاه، بحيث لو ان شاء الله الدوري سواء القديم او الجديد هيبدا في اخر 9 او بدايه شهر اكتوبر ان شاء الله، نبقى احنا اللعيبه كلها في حاله بدنيه عاليه جدا. بجانب ده بنشتغل على الجانب الفني، ودي فرصه كبيره جدا للعدد قليل اللي بتشتغل عليه، تشتغل على الجانب المهاري الفردي بقى شويه على تطوير. يمكن حضرتك حتى لو ملاحظ كابتن طارق شغله حاليا فردي اكتر، لان طبعا انت عارف العدد مش كبير اللي موجود، فازاي نطور كل النواقص اللي في كل لعيب، يعني ايه اللي محتاجه بنشتغل عليه سواء في الجانب البدني او في الجانب المهاري يعني. كلام جميل جدا، وندل فيدل على تخطيط جيد، وان انتوا شايفين انتوا عايزين تروحوا فين. طب كابتن محمد، يعني يمكن اخر سؤال اساله لحضرتك، الصفقات اخبارها ايه؟ يعني انا مش عايز حضرتك تقول اسامي طبعا لان انا مقدر السريه، ولكن يعني هل في صفقات جديده؟ كم صفقه مثلا الحمد لله تمت؟ مش لازم اسماء بس اقول ارقام. في صفقتين تموا لغايه دلوقتي الحمد لله، كويسين جدا، وان شاء الله في خلال الفتره اللي جايه دي ان شاء الله يمكن ما يتعداش الاسبوع اللي جاي باذن الله يكون في صفقتين تاني يدعموا الفريق.
وبصراحه اللي عاجبني طبعا كجهاز فني وكابتن طارق طبعا واداره النادي، ان انت بتدعم السنه دي في المراكز اللي انت محتاجها فعلا تيجي الدعم. الله ينور. يعني احنا دي مركزين فيها جدا جدا جدا، ان انت ما تعملش صفقه انت مش محتاجها بنسبه 100%. صحيح. انت عارف النادي الاهلي اللي يجي النادي الاهلي لازم يكون سوبر ستار، يعني يقدر طبعًا يشيل المكان ده طبعًا لعيب يعني. طبعا يا كابتن. فالحمد لله ماشيين طبعا في الصفقات برضو في فكره على اعلى مستوى بصراحه، وكابتن طارق عامل شغل كويس جدا في الحته دي يعني. يمكن حضرتك بتقول على موضوع السريه، هي فعلا موضوع السريه يمكن ساعات انا ما بعرفش كمان. طب ده كويس يعني، ما انا اقول لك يا كابتن. خلاص بص كابتن صبر هيعرف ويقول لحضرتك، ما فيش مشكله. لا كابتن كبير، ده اتمنى له والله كل خير من قلبي والله. اكيد يا كابتن. ومليون مبروك مره ثانيه، ومبروك للنادي الاهلي يعني. كابتن محمد يحيى المدرب العام بالفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي، بشكرك على وجودك معانا في قناه الاهلي. شكرا جزيلا. يمكن الروح جميله.